كان كلام الدكتور واضح، يقول يا جماعة الخير كل 20 دقيقة، كل نص ساعة ريح عيونك، ريح يديك، اطلع شوي تمشى. قابلنا مرة أحد الدكاترة وهو موجود في كلية التربية الرياضية في جامعة الملك سعود الأحمدي، الله يذكره بالخير، عنده لا إله إلا الله، جيبوا الشاهي يا شباب، تقهوا، جيبوا الشاهي صبوه، عنده رسالة الدكتوراه وما أخذها، يبدو من أستراليا. يقول أنا عندي فكرة المكتب اللي بدون كرسي. يا سلام. يداوم الدكتور بدون كرسي، وسلمكم الله محمد بن علي الأحمدي. هذا الدكتور آية من آيات الله، ما شاء الله عليك. بسم الله عليك، بسم الله عليك. هذا بسبب الجوال، لساعة ماسكة. من هو أبو محمد ولا أبو تركي؟ يدور الناجحين ولا لا يا شيخ؟ طيب، الشاهد من الكلام، كلامه يقول يوافق كلام الدكتور. يقول أنا حاط مكتبي على اليمين ومكتب سكرتيري على اليسار، إذا وآلة التصوير في الغرفة الثانية، فيقول طول الوقت يا رايح يا جاي، أروح من هنا أجي من هنا. فأحيانا يقول حاط سير في وسط مكتبي، إذا بخلص معاملات أو بكتبها مثلا، أبرد على الإيميل أو برد على الواتساب مجرد صوت، وأنا أمشي في مكتبي حاطن، ويمشي مثل ذاك اللي يقول حج وبيع سبح زي إيه يعني، ضارب من عصفورين بحجر واحد. فإذا أنت مثلا ملزوم فعلا فعلا بعمل مكتبي، أو شبابنا وبنياتنا وعيالنا اللي يلعبون في هذه، اطلعوا شوي، ابعدوا شوي. نكمل الحوار لأبو سعود. أيضا هم تكلموا وقالوا الصحة العامة، صحة الجسد، اللي يستخدمون ساعات طويلة ويجلسون على على مكاتبهم في الأجهزة أو اللوح اللي يستخدمه في برامجه، هم تكلموا عن الصحة أيضا. قالوا الآن البدانة والسمنة والترهل بسبب أنك تجلس على الجوال، ما في حركة. أيضا في خطورة ثانية لما الولد